السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكد رئيس الفافي الجديد جاهد زفزاف بأن طرحه لمشكلة التحكيم في إفريقيا على رئيس الكاف باتريس موتسيبي لقيت صدى وتفاعل كبير. وصرح جاهد زفزاف اليوم لقنوات التلفزيون الجزائري وقال: صرحت أمام رئيس الكاف بمشكلة التحكيم في إفريقيا كما صرحها هو شخصيا. كما أضاف رئيس الفاف: مباشرة بعد ما دار بيننا في هذا الخصوص تم اتخاذ قرارات وتجسيدها في أرض الميدان. وتابع جاهد زفزاف: القرارات تمثلت في إعادة هيكلة سلك التحكيم والتي تم الشروع فيها بالإضافة لعدة نقاط أخرى. كانت هذه تصريحات رئيس الاتحاد الجزائري الجديد جاهد زفزاف عن التحكيم وعن رئيس الكاف باتريس موتسيبي وعن الظلم الذي تعرض له المنتخب الوطني الجزائري ضد الكاميرون. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.